يحفظ التاريخ الكنسي للبابا بولس السادس 3 مبادرات غير مسبوقة بمثيل لها: خرقه عزلة الباباوات وقيامه بأول زيارة بابوية خارج أسوار الفاتيكان حاجا إلى الأراضي المقدسة في كانون الثاني عام 1964. لقاؤه هناك البطريرك المسكوني أثيناغوراس المتقدم في الرئاسة بين متساوين في الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية سعيا إلى وحدة الكنيسة. عقده مجمعا مسكونيا في الفاتيكان خرج بتعاليم ثورية جديدة على صعيد بعض السلطات المحصورة بالحبر الأعظم، وجعل الأساقفة يشاركونه فيها. ولم يكتف البابا بولس السادس بإنجازاته الثورية 3، بل تابع جهوده من أجل السلام العالمي ووحدة الكنيسة، فكان أول بابا يزور اسطنبول العاصمة البيزنطية السابقة منذ 1200 سنة. فالتقى هناك مجددا البطريرك الأرثوذكسي أثيناغوراس في كاتدرائية القديس جورجيوس، وتباحثا معا في إعادة الصلة المثالية بين الكنيستين، وتبادلا قبلة السلام، وتعهدا علنا بتجديد العمل من أجل الوحدة المسيحية. وهذا ما بشر به قداسة البابا بولس السادس حشود المؤمنين في ساحة القديس بطرس عندما أطل للمرة الأولى من شرفته مباركا الجموع بعد خضوعه لجراحة ناجحة.